ينضم إلينا من بنغازي الباحث الأمني والاستراتيجي خالد الترجمان. سيد خالد، أهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. قبل أن نتحدث عن الرسالة التي وجهها الجيش الوطني الليبي من خلال استهدافه لهذه الرادارات وهذه الصواريخ التي كانت أو منظومات الصواريخ التي كانت قد نصبتها تركيا في قاعدة الوطية، حدثنا قليلا كيف تم رصدها وتتبع هذه الحركة إلى داخل القاعدة. أهلا بك سيدة ميشيلا. على كل حال، قدرات الاستخبارات العسكرية سواء كانت على الأرض أو من خلال الطيران، من خلال المنظومات المعدة تماما لتتبع كل التحركات التركية والتحركات الميليشياوية، أثبتت مدى دقتها ومدى جاهزيتها. فبمجرد تتبع تحركات هذه المنظومات، وللأسف أن بعض هذه المنظومات، بعض هذه الأسلحة دخلت عن طريق الشقيقة تونس. نعلم أن الوطنيين في تونس لا يقبلون بذلك ولديهم مواقف حاسمة تجاه الأمر، ولكن ما وصلنا من معلومات مؤكدة أن جزء من هذه المعدات وجزء من هذه من هؤلاء الخبراء الأتراك دخلوا عن طريق الحدود التونسية. على كل حال، هذا التتبع دشنا يوم أمس ليلة البارحة تحديدا بضربات دقيقة ومحكمة لهذه المنظومات، كذلك لتجمعات لأفراد ولآليات داخل قاعدة الوطية وحول قاعدة الوطية. الحديث على أن الذي سهف هو داخل قاعدة الوطية وبالقرب من قاعدة الوطية، كانت هذه إشارة ضمنية من قبل قواتنا المسلحة بأن. طيب سيد خالد، هل لديك أي معلومات ربما حول حجم هذا التواجد أو التمركز لنقل العسكري التركي في القاعدة؟ التمركز العسكري التركي كبير للغاية، وأصبحت قاعدة الوطية بالكامل كما أشرنا. أنا أعني بالنسبة للمعدات والمنظومة التي تم تدميرها، يعني حجم الضرر الذي أصابها. الضرر هناك ليس ضرر، ولكن تدمير شامل لكل هذه المنظومات، كذلك للبنى التحتية التي قام بإنشائها المهندسين والعمالة التركية في داخل القاعدة، وتحسين بعض المواقع التي كانت مدمرة أصلا لتخزين الأسلحة وتخزين المعدات. هي كذلك استهدفت هذه التحسينات التي أجريت على بعض الدشم وبعض المواقع التي تستعمل أساسا لتخزين السلاح ولحماية بعض أنواع المعدات وأنواع الطائرات. فالإصابات كانت دقيقة 100%، ودقة أعتقد أنها أزعجت القادة الأتراك تماما. ما هنا السؤال يعني سيد خالد، أنه البعض رأها ضربة أو صفعة لربما للقادة الأتراك. تحدثنا هنا تحديدا عن وزير الدفاع التركي ورئيس هيئة الأركان، أيضا المتواجدين حاليا أيضا في الداخل الليبي، والرسالة التي وجهها من خلال هذه الضربة الجيش للجانب التركي وحكومة الوفاق. هذه الزيارة التي على أعلى مستوى من القيادة العسكرية التركية، أعتقد أنها وجهت كما وصفت سيدتي بأنها ضربة أو صفعة كبيرة وصفعة قوية للقدرات التركية وللتبجح التركي بأنهم قادرون على التواجد في ليبيا، وأن وجودهم في ليبيا أصبح وجودا أبدي كما يقولون. وبالتالي زيارة هذا الوفد على أعلى مستوى لمناقشة غرف العمليات كما رأينا في الأخبار وفي الأشرطة التي عرضت بأن هذه الغرف العمليات تركية بالكامل، لدرجة أنها ليس لديهم لا الحشد الميليشياوي ولا من يدعي أنه تابع لحكومة السراج أو جيش السراج وجودا في داخل هذه الغرف التي زارها زارها الوفد التركي على الذي هو على أعلى مستوى يمكن أن يزور بلد آخر لا تربط به سوى علاقة. هل تعتقد أنه قد ينعكس عن ذلك إعادة لحسابات الجانب التركي اليوم؟ هل الجانب التركي أغفل إمكانية أو الدور الاستخباراتي في رصد هذه التحركات وهذه المواقع؟
أنا أعتقد كذلك أن الجانب التركي يغفل تماما القدرات الليبية ويغفل تماما إمكانات القوات المسلحة الليبية. وأعتقد أن انسحابات القوات المسلحة الليبية من محاور طرابلس هي هزائم وهي شبه انكسارات كاملة. ولكن وجود المشير أركان خليفة حفتر يوم أمس داخل المعسكرات وداخل أبناء القوات المسلحة يحدثهم ويرفع من معنوياتهم ويستعرض كذلك قواتنا التي لا زالت في بني غازي وفي الرجمة وفي الأبيار وفي توكرة. كل ذلك يعطي إيحاءات بأن القوة الضاربة للقوات المسلحة العربية الليبية لا زالت في المؤخرة ولا زالت لم تلتحق بالمواقع المتقدمة، بالإضافة لوجود القوات المسلحة بمختلف أنواع أسلحتها في خط المواجهة في سرت والجفرة. كل ذلك ربما غفل عليه الجانب التركي واعتقد أن الدخول إلى سرت قريبا جدا والاستيلاء على الموانئ والمرافي الليبية النفطية قاب قوسين أو أدنى. ولكن هذه الضربة ليلة البارحة التي كبدته منظوماته ودفاعاته الجوية وكذلك كبدته العديد من الأسلحة بما فيها منظومات للمدفعية بعيدة المدى التي كانت تنقل، ويبدو أن كان يعني تجهيزات هذه في طريقها طيب. إلى الجنوب الليبي. بما أنه سيد خالد حضرتك ذكرت يعني مسألة تفقد المشير حفتر لعدد من ربما المعسكرات في مدينة بنغازي وغيرها اليوم، يعني طبعا إضافة إلى الدعم المعنوي الذي يتلقاه الجيش في هذه المواجهة، هل يتم التحضير أو الاستعداد لأي هجوم أو أو ستقتصر هذه المرحلة على التصدي لأي هجمات على محور سرت الجفرة؟ بالنسبة لهذه الزيارات تأتي في إطار احتفالات الجيش الوطني بتخريج دفعة 52 بإذن الله خلال اليومين القادمين، ربما يكون ذلك بتاريخ 7/7، تخريج دفعة كاملة من الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة في استعراض كبير في الكلية العسكرية بدوكرة، وزيارة السيد المشير للكتائب بدءا من طارق إلى 106 إلى 152 إلى 173. كل هذه الكتائب التي حظيت بزيارة القائد العام للقوات المسلحة والتقى بالجنود والتقى بالضباط وألقى كلمات صحيح أنها لم تبت، ولكن كانت كلها في إطار التجهز والاستعداد لما نسميه نحن معركة كسر العظم التي ربما لا يستطيع الأتراك التخيل مدى استعدادنا ومدى استعداد قواتنا المسلحة لهذه المعركة. وربما سنرى بعد حين أن تم جر قوات التحالف والمرتزقة السوريين والأتراك إلى هذه المنطقة، وذلك في تكتيك عسكري معين. لا نريد أن نسترق الأمور ولا نريد كذلك التعليق أكثر على مثل هذه الأمور، ولكن ما تحمله الأيام القادمة كثيرة والأيام حبلى بالكثير من المفاجآت التي لم ينتظرها ولم ينتظرها الأتراك ولا ينتظرها الحشد الميليشياوي الذي سلم الوطن الغربي بالكامل لأردوغان ولقادته العسكريين. شكرا. الذين كما أسلفت تلقوا صفعة قوية بما حدث لهم أمس بقاعدة الوطية التي يعتبرونها امدادا لمعاركهم في الجفرة وكذلك للتوجه نحو سبها ونحو المناطق الجنوبية. تمام، شكرا جزيلا لضيفنا السيد خالد الترجمان الباحث الأمني والاستراتيجي على هذه المداخلة مباشرة من بنغازي.